ترحيل المكفوفين انطلق بمنظمة الرواد بمركز الشهيد كامل بمدينة غازي عنتاب، وحاليا قسم الثاني أو المركز الثاني في جرابلس بحوالي 20 مستفيد، ومثلهم أو أكثر منهم شوي بجرابلس بحدود 22-23 مستفيد في جرابلس من الأخوة والأخوات المكفوفين. طبعا مستفيدين من عمر من سنوات حتى عمر 40 تقريبا. تعلمنا كتابة الأحرف عن طريق برايل واللغة التركية ودورة كمبيوتر وترفيه دورة على الشطرنج وكرة الجرس. الحمد لله المشروع كثير كويس، استفدنا منه كثير. مستقبلا يعني بتمنى أكيد يتوسع المشروع حتى يشمل المناطق المحررة إن شاء الله، وأكيد في خطط مستقبلية لتطوير هذا المشروع نحو الأفضل حتى يستفاد الشخص الكفيف أقصى استفادة.